بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، هذه المرة سأتكلم عن آية في سورة طه، الآية رقم 71. قال تعالى: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. الأصل لما نكون مثلا احنا في خارج القرآن الكريم ونتكلم فيما بيننا نقول ولأصلبنكم على جذوع النخل، لا أن تأتي مثلا كما جاءت في الآية ولأصلبنكم في جذوع النخل، لأن الصلب يتم أحبتي في الله على ظاهر النخلة لا في باطنها. هذه نقطة مهمة جدا. فما هي البلاغة التي تحويها الآية لما قال رب العزة ولأصلبنهم في جذوع النخل؟ طبعا قبل كل شيء سحرة فرعون، قوم فرعون، جماعة فرعون، يعني هو أتى بهم، هم جماعته، وهؤلاء الجماعة انقلبوا على فرعون لما رأوا من آيات التي جاء بها موسى عليه السلام على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. طبعا غضب غضبا شديدا فرعون، ولهذا كانت اللهجة التي استخدمها فرعون مع السحرة لهجة شديدة في قضية التعذيب. يعني لما قال ولو أصلبنكم في جذوع النخل أشد وأبلغ من أن يقول ولو أصلبنكم على جذوع النخل. طبعا اتفق الكوفيون والبصريون أن حروف الجر تتناوب، يعني لما قال في أنه نقول نعم هذه بمعنى على، بحيث يمكن أن يحل أحدهما مكان الآخر. وعند الكوفيين أن ميزة حروف الجر تتناوب ولا ضرورة أن يحدث هذا التناوب إضافة في المعنى. أما عند البصريين فالأصل أن يحل كل حرف جر مكانه، وإذا حدث تناوب فلزيادة في المعنى، وهذا قول سيبويه وهو الصحيح. إذن لما نقرأ الآية ونمعن في الآية نجد أنه الصلب كان بإحدى وسيلتين أحبتي في الله، أنه ثبتهم على النخل بالمسامير حتى دخل شيء من لحمهم في النخيل الذين صلبوا عليه. هذه نقطة مهمة فكروا فيها. والثانية أنه ربطهم بالحبال ربطا قويا شديدا حتى اختلط لحمهم بجذوع النخل، حتى أن الرائي إذا كان يراهم يرى كأنه جلودهم قد دخلت في الجذع، ولهذا جاءت هذه ولأصلبنكم في جذوع النخل، فصاروا بهذا المعنى فيها لا عليها في جذوع النخل. طبعا هذه لدلالة وحشية الصلب، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولم يكن مجرد تثبيت عابر، لا بل مثل بأجسادهم ونكل بهم. ودرس مهم جدا نستقي من هذا الموضوع، بالإضافة لأنه أنا الآن حكيت لكم لماذا في جذوع النخل. الدرس الأول ألا نفقد الثقة بأحد. كيف؟ السحرة الذين جاءوا لنزال موسى صباحا صلبوا مساء. أحبتي في الله، سبحان الله العظيم، ولم يتركوا دين موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ألا نفرط في الثقة بأحد، ألا نفرط بالثقة بأحد. كيف؟ الذين عبروا مع موسى عليه السلام البحر ما لبثوا أن إيش؟ عبدوا العجل، تركهم 40 ليلة، ثم جاء ووجد قومه قد عبدوا العجل، وهم رأوا ما رأوا من الآيات البينات مع موسى عليه السلام. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، ويهدي الله سبحانه وتعالى لهذا الدين رجالا ما ظن أحد
أن يهتدوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.